خليني اقول لكم خبر حلو بقى قبل ما كوان يقول واشوفه عنده ولا لا. حسام عاشور اصبح جاهزا تماما للمشاركه ان شاء الله في مباراه وفاق سطيف لا تكون يوم 23. عدد من الاصابات هيكون موجود الفتره اللي جايه. الفتره اللي فاتت كان في عدد من الاصابات الكبيره جدا، والفتره اللي جايه هتكون افضل ان شاء الله. النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي كان عندهم اختبارات صعبه جدا، بعض ما كانش عاجبه الاداء امام الاتحاد رغم الظروف ورغم الغيابات، كذلك امام الترسانه في الكاس، لان دايما كل بيقول لك هو الاهلي، هو الاهلي 11 لعيب لابسين التيشيرت الاحمر هم دول الاهلي. نرجع مره